تقول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه وتبعهم من ولاه. هم الآن بعون الله سبحانه وتعالى بتنخير دبابة لواء بشائر مصر التابعة لجبهة الأصالة والتنمية لدكة اللواء 113 صواريخ التابع لطغاة الشام. نسأل الله العلي العظيم أن نثبت أقدامنا ونسدد رمينا ونصرنا على القوم الظالمين. آمين يا شباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حبيبي هاي باروتو وهذا لو هذا البارود حطينا البارود يلا ويلا طول عفوا يلا شباب يلا شباب شو اسمه الياسين دبابات الجيش الحر الرساله والتنميه تقصف لواء الصواريخ الله اكبر الله اكبر لا لا طوبة